بالنسبة للخماسي هو الموضوع طبعا ان انت في اليوم التدريبي او في البطولة ان انت تصوم هي فيها صعوبة شوية. ليه؟ لان انت بتلعب 5 ألعاب على يعني على فترات، يعني انت بتبدأ الصبح مثلا سلاح، بعد كده بتقعد ساعة تعوم، بعد كده تقعد ساعة تركب فروسية، يعني الألعاب بتبقى ورا بعض، فطبعا الموضوع يبقى صعب جدا ان انت تصوم وقت البطولة. يعني احنا لما بنبقى في مصر بنحاول نرتبها ان احنا بنتمرن مثلا الجري قريب جدا من الفطار ونعمل تمرينتين بعد الفطار، فاحنا في مصر بنصوم عادي. بالنسبة لرمضان طبعا والصيام، الأولمبياد كلها في رمضان السنة دي، الأكل متاح طبعا 24 ساعة في القرية الأولمبية، أوبن بوفيه، لعيبة مع بذل مجهود كبير قوي هيبقى صعب جدا إنه يحقق أحلى أعلى مستويات وهو صايم. في لعيبة هتصوم طبعا، في لعيبة هتصوم، كان عندنا لقاء من يومين أو ثلاثة مع فضيلة المفتي دكتور علي جمعة، واتكلم مع اللعيبة وقال لهم إن أنتم مسموح لكم إنكم تفطروا وتعوضوا هذه الأيام لما ترجعوا. بعض اللعيبه هتعمل كده، بعض اللعيبه مش هتعمل، مش هنقدر نجبر اللعيبه على انه لا يصوم ولا يفطر، دي حاجه ترجع للعيب. بالنسبه للاداريين والمدربين انا متهيألي معظمهم هيبقى صايم، بنبذل مجهود انما مش مجهود قد اللعيبه طبعا. I just came now to visit a friend of mine from the ex national team of Egypt, and it happened we came to fence here with Yasser, and he's a really good athlete, and I really want to wish him a good luck at these Olympic Games. بالنسبة لجسم الإنسان الطبيعي أصلا بيحتاج من 3 ل 4 لتر مية في اليوم، فبالنسبة للأسليت أو اللعيبة بيحتاجوا أكتر من كده عشان يعوض كمية العرق اللي طالعة وكمية الطاقة المفقودة من عنده. والأفضل السوائل اللي بنفضلها تبقى في هيئة العصاير، لأنها بتدي إنرجي كويسة إن هو بيحرقها بصورة كويسة، وبيفضل طبعا عصير الموز لأنه بيبقى غني بالبوتاسيوم، فده بيقلل شوية من الشد العضلي اللي بيجي لهم وبيبقى خلي العضلات طبيعية أكتر. وبالنسبة للصيام، لو إن بعد الفطار لازم ياخدوا كمية سوائل تعوض بقى اليوم اللي هم صاموه يعني وكده، ولو اللعيب عنده مثلا ماتش أو كده فبيبقى مش هيقدر يصوم طبعا عشان بيبقى محتاج طاقة كتيرة ومحتاج سوائل كتيرة أثناء المباراة.